إذن بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سنحاول تقاسم مع الإخوان الحاضرين أحد محدثكم الأستاذ عبد المستجدات. الرحمن من المغرب. مرحبا أستاذ طلعت. حبيبي نعول الكلام أثناء التسجيل. أستاذ عبد الرحمن رأيهم نعول الكلام أثناء التسجيل. لا أنا بخدم الأستاذ عبد الرحمن. أنا قلت محدثكم الأستاذ عبد الرحمن من المغرب. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. سنحاول في هذه اللحظات أن أقدم مدوجين أقدم أحد المستجدات التي تفرضها الظرفية الراهنية بالنسبة للذكاء الاصطناعي، وكيف استفادت منه عدة مواقع وعدة تطبيقات، وخصوصا تطبيق كلاس بونت. كلاس بونت خلال الأسبوع الماضي مصمموه استغلوا الذكاء الاصطناعي وحاولوا إضافة مكون في هذا التطبيق الذي أضفى إليه رونقا وجمالا، وزاده بطبيعة الحال روعة ومتعة على مستوى جعل الأنشطة تفاعلية. كيف يتم توظيف مكون الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن استغلاله في تطبيق كلاس بونت؟ العملية هي بسيطة جدا. تطبيق كلاس بونت معروف، نعلم أنه يتوفر على أدوات عرض في الأسفل، نجدها في الشريط الموجود السفلي الموجود هنا، بالإضافة إلى أنواع الأسئلة التي معروفة والفصول التي يتم إنشاؤها. ما يهمنا الآن هو تقديم مكون الذكاء الاصطناعي الموجود في الأسفل طبيعة الحال في شريط أدوات العرض الموجود هنا، وأحاول تقديمه. لاحظوا جيدا، هنا نجد الدائرة الموجود فيها حرفي AI نسبة إلى Intelligence Artificial التي كما قلنا تمثل الذكاء الاصطناعي، واسمها AI Quiz. إذن نعود إلى تقديم هذه الأداة، كيف يمكن توظيفها في تطبيق كلاس بونت؟ لاحظوا جيدا الشاشة الموجودة هنا أو الشريحة هي بيضاء. سأستغل فقط لتقديم هذا الرمز الموجود هنا المتعلق بالذكاء الاصطناعي. حين نضغط عليها نجد هذه الشاشة فيها الزر باللون الأسود وهو خاص بتوليد السؤال، وهنا اختيارات. معلن أنه هذه الشريحة يقول لك الذكاء الاصطناعي يمكن أن أقرأ الشريحة الحالية وإنشاء توليد أسئلة حسب ما هو موجود في هذه الشريحة، وأيضا أجوبة مقترحة للأسئلة التي سأقدم لك. سنعاين ذلك بعد قليل من خلال الأمثلة التي سنقترحها. هنا نضغط على كلمة Option أو اختيارات، نجد هنا أنواع الأسئلة. نجد سؤال اختيار متعدد أو ملء الفراغات أو أجوبة قصيرة. إذن يمكن أن يختار ثلاث أنواع من الأسئلة أو لدينا ثلاث أساليب أو تقنيات السؤال، ولكن هي مصنفة حسب هرم بلوم أو ما يسمى بصنافة بلوم. نعلم أن صنافة بلوم أو هرم بلوم مبني على مراقي انطلاقا من الأسفل إلى الأعلى، بدءا من الاسترداد إلى الفهم ثم التطبيق ثم التحليل ثم التقويم. هناك مراقي من الأسهل إلى من السهل إلى الصعب. من يمكن أن أطرح أسئلة متعلقة بالاسترداد أو أسئلة متعلقة بالفهم أو أسئلة متعلقة بالتطبيق حسب هذا هرم بلوم. النموذج البيداغوجي الذي تم اعتماده في كلاس بونت باستعمال الذكاء الاصطناعي هو نموذج بلوم أو ما يسمى بصنافة بلوم. أنا سأقوم باختيار جميع هذه المراقي وأختار هذه الأسئلة الثلاث. يعني بالنسبة إلي سأطلب من الذكاء الاصطناعي أن يختار لي أسئلة من الأصناف الثلاث المقترح هنا وحسب المراقي. مثلا يمكن بالنسبة إلي مع تلامذتي أن أطرح أسئلة متعلقة فقط بالفهم، إذن ألغي الاسترداد والتطبيق وما تبقى وأقترح عليه أن تكون أسئلة متعلقة فقط بالفهم. قد يكون سؤال اختيار متعدد أو ملء الفراغ أو أسئلة قصيرة، أو أقول لا أريد أسئلة فقط من الاسترداد وألغي الأسئلة الفهم. وهنا أحدد مرقى واحد، يعني سيسوغ لي أسئلة
متعلقة فقط بالاسترداد، أو أقول له مثلا أسئلة متعلقة بالاسترداد والفهم فقط هكذا. إذن سيختار فقط مرقين وسيقترح أسئلة من الصنفين، يعني يقترح أسئلة اختيار متعدد أو ملء الفراغات أو أجوبة قصيرة. أو قد أقول له مثلا لا أريد أسئلة من اختيار متعدد وليس أسئلة ملء الفراغ، ولكن أسئلة أجوبة قصيرة تتعلق بالاسترداد والفهم فقط، أو يمكن أضيف عليها التطبيق. أنا بالنسبة إلي ما زلنا مبتدئين، ليس هذا هو الإشكال. سأقول له اختر أسئلة من أصناف الثلاث، وقد تكون متعلقة بالمرقى الأول أو المرقى الثاني أو المرقى الثالث وما إلى ذلك. يعني سأعمم بالنسبة لجميع المراقي وأخذ جميع أنواع الأسئلة. وهنا يمكن اختيار اللغة، لدينا اختيار لغة. الآن أختار اللغة العربية، وأعتذر أن اخترت واجهة كلاس بونت لأنني لم أحضر من قبل، اخترت الواجهة باللغة هي اللغة الفرنسية اللي نحن نشتغل بذلك. إذن هنا وضعت اختياراتي التي يمكن الاعتماد عليها في صياغة أسئلة أو في توليد أسئلة باستعمال الذكاء الاصطناعي. طبيعة الحال إذا قلت له قم بتوليد السؤال، لاحظوا جيدا ماذا سيفعل هنا. هو الآن يفكر، يفكر في ماذا؟ يفكر في شريحة فارغة، إذا لا يمكنني أعطي شيئا، وبالتالي لا يمكن أن أحصل على سؤال، سيعطي إجابة يقول لك ليس هناك شيء. إذا نمر إلى الشفافة الثانية، وهي أو الشريحة الثانية تتضمن كلمة واحدة، هي كلمة طاقة. إذا أريد أن أسأل تلامذتي حول مفهوم الطاقة، سأضغط على توليد أسئلة. لاحظوا جيدا، لأنه قمنا منذ قليل طبيعة الحال فهو طرح أسئلة، طرح السؤال ما هي الفيزياء الخاصة بالطاقة؟ هي الفيزياء النووية، الفيزياء الحرارية، الفيزياء الكهربية، الفيزياء السرعة. أقول له هذا السؤال لم يعجبني، أريد سؤال آخر. هو الآن يفكر، قال لي ما هو مفهوم الطاقة؟ هل هو التحريك الفيزيائي؟ هل هو القوى الميكانيكية؟ هل هو القياس الكمي؟ أو القدرة على العمل؟ ربما لا يعجبني هذا السؤال، أفكر أريد أن يطرح لي سؤال آخر. الطاقة هي القدرة على القيام ب. إذن هنا طلب سؤال ليس من اختيار متعدد كما كان عليه الشأن منذ قليل، ولكن سؤال بملء الفراغ. يمكن أن أجد الجواب، أضع هنا أضغط على تحقق من الجواب، يقول لي هو العمل. ثم أنا لم يعجبني السؤال، أمر إلى سؤال موالي، وهكذا. كيف يمكن تحويل الطاقة من شكل واحد إلى شكل آخر؟ هذا سؤال يتطلب جواب قصير. لاحظوا جيدا كيف انتقل من سؤال متعدد الاختيار إلى سؤال، إلى سؤال متعدد الجواب في ملء الفراغ إلى جواب قصير. هما الأسئلة، أنواع الأسئلة التي يقترح عليه الذكاء الاصطناعي في تطبيق كلاس بونت، أو بصيغة أخرى وهي أنواع الأسئلة التي صممها أصحاب كلاس بونت لتكون نمط الذي سيعتمد عليه الذكاء الاصطناعي في توليد أسئلة. نفترض أننا الآن انتهينا من هذه الشريحة، أمر إلى الشريحة الموالية. الشريحة الموالية اقترحت فيها جملة، يعود كلمة الآن جملة، الهواء خليط من غازات. إذن أطلب منه أن يساعدني بأسئلة، وأحتفظ بنفس الاختيارات التي كانت منذ قليل، جينيري اون كيسيون، يعني توليد أسئلة. هو الآن يفكر وسيقترح علي حسب هذه الجملة التي اقترح، أو التي هي موضوع الشاشة أو موضوع الشريحة. هو الآن يفكر، لاحظوا جيدا ماذا طرح. ما هو الهواء؟ خليط من السوائل، خليط من الغازات، خليط من الأرض والماء، خليط من الصلب والمطاط. هو سؤال اختيار متعدد، لأنني اخترته، قلت له يمكنك أن تمنحني سؤال من اختيار متعدد، يمكن تحقق من الجواب. ولا تنسوا أنني اقترحت جملة، قلت الهواء خليط من غازات. إذن هو اعتمد على طرح السؤال انطلاقا من الجملة موضوع الشريحة، واقترح الجواب من خلال تلك الجملة، وهذا هو المطلوب. هنا جواب مقبول، إذن السؤال مهم يمكن أن أعتمد عليه في درسي. فرض أن هذا السؤال لم يعجبني أو هو أعجبني وأريد سؤال إضافي، أقوم أطلب منه اختيار سؤال آخر. قال لي ما هو المادة الرئيسية في الهواء؟ وفي الأصل حين نقرأ الأسئلة هي أسئلة ملغومة، أو الكلمات المضافة هي ملغومة، يجب تصحيحها، ولكن هي فقط للإستئناس أرضية يمكن أن أعتمد عليها
في اقتراح أسئلة. إذن هنا يمكن أيضا أن نجد الجواب، وأيضا يجب تمحص جيدا في الجواب هل هو مقبول أم لا. لاحظوا جيدا، قال ما هي المادة الرئيسية في الهواء؟ قال أعطاني الجواب هو النيتروجين. هو لاحظوا جيدا هنا لم يعتمد على الجملة التي أعطيته، ولكن اعتمد على معطيات أخرى، وهو جواب صحيح، سنجدها في اقتراح آخر. ثم أمر إلى سؤال، أطلب منه سؤال آخر. لاحظ جيدا كيف يمكننا استخدام الهواء. إذن هنا يمكن أن أقول تجاوز إطار الجملة التي وضعتها في الشريحة ويبحث عن أسئلة أخرى متعلقة بالهواء. ويمكن أطلب أيضا سؤال آخر. لاحظوا هنا مر إلى الصنف الثاني، وما الفراغ؟ يتكون الهواء من خليط من، يمكن تحقق من الجواب. لاحظوا جيدا هو الغازات. إذن اعتمد على الآن على سؤال من ضمن الجملة التي أعطيت جملة قصيرة، أخذ تلك الجملة واقترح من السؤال متعلق بملء الفراغ، وهكذا. إذن لاحظوا هنا اعتمد على جملة قصيرة ووضع أسئلة مرتبطة بها، قرأ تلك الجملة واستخرج منها أسئلة واستخرج الأجوبة، وأكثر من ذلك قام بامتدادات لهذه الجملة اعتمادا على ذكائه، وأعطانا طبيعة الحال اقتراحات أو أسئلة أخرى. نمر إلى السؤال الموالي، نفس الجملة ولكن هي أكثر عمومية. لاحظوا الهواء خليط من غازات حيث يشكل 21% من الأكسجين و 78% من الأزوت و 1% من غازات أخرى. وأطلب منه أسئلة. كان ممكن أن أعود الاختيارات وأقول له اعطيني أسئلة حسب مرقى معين أو سؤال من صيف معين، ولكن نتركه هكذا لأن جيد أن نرى عينة من أسئلة مختلفة من مراقي مختلفة. هو الآن يقرأ الجملة، وكلما كانت الجملة طويلة أو نص فهو أحيانا يأخذ وقت طويل في وضع الأسئلة. لاحظوا جيدا قرأ النص جيدا وطرح سؤال ما هي نسبة ثنائي الأكسجين في الهواء. هي نسب موجودة الآن مقترحة، بعضها موجود في النص وبعضها غير موجود، يمكن أن تحقق من الجواب. طبيعة الحال هو طرح 21% يعتمد على الجملة. هذا سؤال مهم حسب الجملة، هذا نص يمكن أن أشتغل به مع تلامذتي في سلك الإعدادي، وأطلب منهم مثلا تحديد النسبة المئوية لثنائي الأكسجين في الهواء. ثم أمر إلى السؤال الثاني، ما هي نسبة ثنائي الأزوت بنفس الصيغة. ثم السؤال الآخر، ما هي نسبة الغازات الأخرى. إذن أخذ من جملة واحدة استخرج ثلاث أسئلة متعلقة بالنسبة، ولكن لاحظوا جيدا الآن اقترح سؤال بصيغة أخرى، ملء الفراغ يشكل أكسجين نسبة وترك فراغ من الهواء. وهنا لاحظوا جيدا الجواب 21%. نسيت أن أقول أنه في كل فترة كان ممكن أن أسجل الأجوبة، مثلا السؤال كان ممكن أن أسجل السؤال وأسجل جوابه وأحتفظ به في الشريحة وأستغل مع تلامذتي، وسأعود بعد قليل لتقديم كي هذا السؤال والجواب المرفق إليك، وهكذا. الآن نمر إلى هو السؤال الآن، السؤال بعد تسجيله في الشريحة. لاحظوا جيدا سؤال في فراغ والجواب باللون الأخضر. الآن أقترح عليه نصا طويلا. والآن بالنسبة للإخوان في اللغة العربية، أظن من الأدوات المساعدة كيف تقترح نص على الذكاء الاصطناعي ويقوم بتوليد أسئلة من أصناف مختلفة يمكن أن تستغلها لتدعيم موضوع مثلا فرض أو واجب منزلي أو واجب محروس مع تلامذتك في اللغات. أنا أخذت نص علمي لأنه أردت أن يعم الجميع الإخوان، هو نص علمي يهمنا كأساتذة للمواد العلمية، ولكن يمكن أن نأخذ على قياسه نص في اللغة العربية أو في اللغة الفرنسية أو الإنجليزية. هو نص يتعلق باستعمال عينة من المواد الفيزياء والعضوية في الحياة اليومية واستغلاله فيما يسمى بالتلفيف والتعبئة، وأيضا الأضرار التي تنتج عنها من خلال حرق طبيعة الحال هذه المواد. لاحظوا جيدا حين أطلب منه أن يولد أسئلة، ما هي أنواع الأسئلة التي سيعطينا. هو الآن يقرأ النص، بعد حين يأخذ مدة، حين يكون نص طويل يأخذ مدة طويلة جدا ويعطيك الأسئلة، وبعض الأحيان قد تتم العملية بسهولة. جربناها بالأمس، أعطت بطبيعة الحال أسئلة في مدة قصيرة جدا. هو الآن يقرأ النص، وهو الآن بدأ بطرح الأسئلة.
بماذا تتكون المنتوجات التي نستعملها في حياتنا اليومية؟ من مواد فلزية فقط، مواد عضوية فقط، مواد زجاجية فقط، مواد فلزية وعضوية وزجاجية، لا شيء من سبق. يمكن أن تحقق من الجواب، وهو الذي هذا الجواب هو موضوع في النص. هذا السؤال مهم، سأسجله وأشتغل مع تلامذتي. أقول لا، اقترح لي سؤال آخر مثلا من هذا النص. ما هي المجالات التي تستخدم فيها المواد التي نستعملها في حياتنا اليومية؟ لاحظوا جيدا، الزراعة، التعبئة والتغليف، الصناعة والتعبئة والتغليف، التلفيف فقط، لا شيء من سبق. يمكن أن تحقق من الجواب، الصناعة والتعبئة والتغليف. هو اعتمد على النص ولكن خارج النص وأعطانا مجال آخر لم نتطرق إليه طبعا في النص، وهذا مهم جدا. يقرأ النص وأيضا خارج النص، وهذه أشياء، ولكن يجب أيضا أقول يجب دائما تمحص هذه الأجوبة، لأن أحيانا وحتى الأسئلة قد نجد أحيانا مغلوطة وغير مقبولة. لاحظوا جيدا، ما هو دور الجماعات المحلية في تدبير النفايات؟ لأن الموضوع النص يثير شيئا، ما هو الدور الذي تقوم به الجماعات المحلية في تدبير النفايات؟ وأيضا يمكن أن أطرح أن أجد الجواب إما بحرقها في الهواء أو تمريرها تحت التراب أو بإعادة تدويرها. هذا سؤال مهم جدا لأنه متعلق بالنص، أحتفظ به. وهكذا. ثم آخر اقتراح سأعطيه وهو في الرياضيات. هذا سؤال مهم، معادلة مستقيم، كي أبين بأنه يمكن أعتمد على رموز أو معادلات أو صيغ يستغلها، ولكن قراءتها تبقى حذرة، يجب الاحتياط عند قراءة هذه الصيغ لأن أحيانا قد تكون فيها أخطاء. وأطلب من الآن أن يقترح لي سؤال، هذا يهم إخوان العاملين في الرياضيات. أعطيناه معادلة مستقيم وقلنا له اقترح لنا سؤال متعلق بهذه المعادلة. لاحظوا جيدا ماذا سيقول، هو الآن يفكر، سننتظر السؤال الذي، لاحظوا جيدا، طرح نفس السؤال، ما هي معادلة المستقيم؟ هي نفسها، أغير فقط الكتابة، وهذا سؤال لا يهم، لأن أنا أعطيت المعادلة، وهذا السؤال لا يهمني الآن. ولكن لاحظوا جيدا، ما هي قيمة الميل للمستقيم؟ فعلا الاقتراح الذي اقترحت هو معادلة فيها الميل، هو الجواب الأول. لاحظوا جيدا، قابل الجواب، وطبعا أعطانا الجواب صحيح، ولكن الأجوبة الأخرى هي خاطئة. ثم يمكن أن أقول له اعطيني سؤال آخر. لاحظوا جيدا، قال ما هي إذا كانت القيمة الأولى لي، وهنا الآن بعض الأحيان تكون الكتابة غير مقروءة من اليمين أسار، إذا كانت القيمة الأولى لي إكس هي 2، فما هي القيمة المرتبطة بالمستقيم؟ وهذه صحيح طبعا، هذا السؤال صحيح، يمكن نقرأ المعادلة ونجد الجواب، وهو فينا 9، لأن 2 في 2 طبعا زائد 5، 2 في 2 هي 4 زائد 5 هي 9، بالنسبة للإخوة الرياضيات يعرفون ذلك. هذا السؤال يمكن أحتفظ به. ثم يمكن أطرح سؤال آخر، لاحظوا جيدا هنا ينتقل من الأسئلة السهلة للأسئلة الصعبة. ما هو تمثيل مبيان المستقيم؟ لاحظوا جيدا، مستقيم يرتفع من النقطة 0.5 بزاوية ميل 2، هو لم يتمكن من الرسم، هذا سؤال متعلق بالرسم، ولكن قال لك هو مستقيم كم يبلغ ميله انطلاقا من نقطة معينة، هو يحيلك إلى الجواب. هذا أيضا سؤال مهم جدا، ولو أنه لو أعطانا الرسم سيكون أفضل. قالنا هل المستقيم يقطع المحور الصفر ولا يقطع محور الصفر؟ لاحظوا جيدا ماذا سيقول، قال لي لا. إذن هنا يغير طبيعة النوع حسب المراقي التي استهدفناها في صنافة بلوم. وهنا أتوقف فقط، أتمنى أن تكون فرصة أخرى إن شاء الله لتوضيح تطبيقات أخرى بالنسبة لتطبيق كلاس بوينت. شكرا لكم. سؤال يا أستاذ عبد الرحمن. تفضل أستاذ. الله يبارك فيك. لو أنا أعطيت قطعة، لو أعطيت قطعة فيها سؤال فيها نص غلط، يعني لو قلت لي مثلا إن نسبة الهواء 15%، هل هو هيجاوب بناء على المعلومة اللي اديتها لي ولا هيجيب المعلومة الصح؟ أنا قلت يجب دائما تريد فيما يعطي، لأنه قد تعطيه نصا صحيحا ولكن السؤال قد يكون مغلوط. جرب لا دائم. أنا أعطيته نص خطأ. نعم، قد يعطيك السؤال أيضا مغلوط بناء على النص، وقد يعطيك لا. العكس. هل هو هيجاوب من نفس النص ولا هيفكر فعلا ويرجع وغالبا يعتمد على نسبة الهواء كذا؟
الذكاء الاصطناعي دائما يتغذى على المعطيات التي نقدمها له. هذا هو الذكاء الاصطناعي يتغذى على المعطيات. قد يعطيك جواب خاطئ مثلا في في الوهله الاولى، ولكن بعد اعطاء معطيات فهو يعطيك يصحح المعطيات التي اعطاك في المرحله الاولى، ويتغذى من المعطيات التي تقدمها اليه بشكل تدريجي.